حبينا نادي الهلال في شتى بقاع الارض، والى ايضا الشركه الراعيه لنادي الهلال. مبروك يا دكتور. مبروك يا دكتور. الشركه. مبروك يا جاسم الحربي. مبروك. مبروك خالد. انا هناك دكتور وانا جاسم الحربي. ترى انا اكبر سن منه. شفت الحسد بوصول. ترى 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 باركنا للهلال من خلال رئيسه سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد عندما جانا تفضل علينا ها وجانا الى 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 غرفه اللبس. لبس. وهنيناه وهنانا على المستوى وهنانا على اللاعبين الجيدين اللي موجودين في الاتفاق، وهذه وهذه بادره ترى ما نستغربها في في الهلال ومسؤولين هذه شيلت دائما الناس ايه وعلاقتنا وبيني وبينك عشان انت لا تدخل في السالفه. ايه علاقتنا في الهلال من زمان طيبه على مر التاريخ علاقه مميزه من زمان ها. انت درست الهلال حتى وان كانت مقابلتنا مع ساخنه ها. انت درست الهلال. احنا مع الهلال سمن على عسل. بندر بن محمد الله يطول عمره. نعم. عبد الرحمن بن سعيد الله يرحمه. الله يغفر له. والأمير عبد الله بن مساعد وعبد الرحمن بن مساعد وكل اللي مروا على الهلال كانت لهم يعني مواقف طيبة مع الاتفاق، والاتفاق كذلك يكون لهم كل احترام وتقدير. نعم. ويبارك لهم. ويبارك لهم واليوم مبارك من هنا إلى الرياض. نعم. لا بس لا تدخل في الموضوع. ممكن بس. يعني انا اول شيء اشكركم صراحه على هال يعني الترثه الجميله باسم كل والله الجماهير الهلاليه يستاهلون. يعني بادره جدا جدا ممتازه وطيبه منكم، والحقيقه يعني يعني برنامج جماهيري وبرنامج كبير ويعني يعرض هالكيكه لجمهور الهلال. انا اعتقد ان جمهور الهلال يعني بيبادر بنفس المحبه لهالبرنامج، ويعني عاجز والله عن شكركم. هذا واجبنا. اقول لك والله لا يعني بادره من اروع. يستاهلون الهلال. يستاهلون. العسل يهمك انت تحاتي الهلال لا تحاتينا. كل خبر اي واحد يخطي يدش نادي الهلال يطلع الاهلي بسرعه. اي واحد يطفي الكهرباء طلع الاهلي. اي يمه. يستاهلون الهلال. يستاهلون. يستاهلون. اذا فاز الهلال باركنا لابو قاسم. ابو قاسم. ما تنتهي المباراة من هنا الا مبارك ابو قاسم. يستاهل يستاهل. كل الاخبار ابو قاسم. ابو قاسم يعني انتم بس تويتر ولا والنت هذا ابو قاسم. ابو قاسم تويتر. تويتر تويتر هذا ابو قاسم. لازم تتجهون حق التكنولوجيا تويتر. وين تبون الايباد وانتم ما تعرفون تويتر يا رجال؟ اعطيتونا عشان اعرف. اي حاجه من اول بداية اسمع من كل الحكي في المعيد خير من ترى. اوكي بس احنا ما ننسى انك دربت نادي الهلال يعني بعد قدمت استقالتك من مصر. درب المنتخب الوطني. تعاير فقير؟ كله تعاير؟ اقول له دربت الهلال. شرفوا لا وكان الظاهر درب صحيح ايام ما كان الدكتور حق درب منتخب اسيا. طيب منتخب نواصل حلقتنا. نواصل حلقتنا. نواصل حلقتنا.